يعتبر النطق والكلام من أساسيات التواصل بين البشر، وأي اضطراب قد تحدث فيهم فإن قد يحدث فيهم فإنه يسبب بخلل بالتواصل بسبب أهميته أيضا أكثر. ونحن رح نسلط الضوء على هالموضوع مع لينا صبيح الأخصائية بالتربية الخاصة. يسعد صباحك لينا. صباح الخير أريج. صباح الخير لينا. صباح الخير لينا. يعني بالفترة الأخيرة كان في اهتمام إذا بدنا نقول بموضوع النطق والكلام من قبل الأخصائيين أخصائيي التربية الخاصة بآخر فترة إذا بدنا نقول. خلينا شوي نحكي ونعرف شو هي اضطرابات النطق والكلام أو اضطرابات النطق واللغة. Articulation and Speech Disorder، اضطراب النطق واللغة. هلا هو كل شيء اضطراب هو يعني يعيق عملية التواصل مع البشر، لأن اللغة هي الوسيلة الأساسية بالتواصل. نحن لما بيكون عندنا disorder أو اضطراب بهذا الشيء معناته هو بيعيق الإنسان عن التقدم والتواصل الاجتماعي. لما بتقولي أنت اضطراب لغة أو اضطراب نطق، هدول الاضطرابات هي اضطرابات تختلف عن بعضها بشكل كامل، بس نحن عندنا الخلط فيها كتير. لهيك زاد الوعي بمجال النطق واللغة بسوريا بالسنوات الأخيرة، وأحدثت كتير مراكز ومنظمات يعني دعمت هذا الشيء وتخرجت دفعات أكاديمية تحمل هذا الاختصاص وقادرة على مزاولة هي المهنة. لينا شو هو اضطراب النطق أو اللغة؟ اضطراب النطق واللغة، أول شيء اضطراب النطق، خليني أخذ جانب جانب. اضطراب النطق هو تشوه بأعضاء النطق. أعضاء النطق اللي هي اللسان، الشفايف، الخدود، الأسنان، يعني اللي هي أعضاء نطق. الأعضاء اللي بتشكل النطق لحتى يطلع. أما اضطراب اللغة هو الوعي الفونولوجي للغة، يعني أنت شلون عم تفوت المعلومات من الباحة البصرية والباحة السمعية وبتترجم بفيرنيكا وبتطلع عن طريق بروكا، اللي هي كيف الدماغ بيستوعب الكلام اللي جاي فبيصير لغة. مثلا أنا مستحيل أقول أريج لو ما أنا عندي مثلا صورة بدماغي لأريج وبعرف مين هي أريج، بعدين ببعتها على مراكز النطق، مراكز النطق بتقوم تنتجها. فهذا الفصل، اللغة هي عبارة عن دماغ والنطق هو عبارة عن أعضاء نطق. يعني نحن أحياناً منشوف، بما أنه حكينا عن النوعين، هذا الموضوع بيبدأ عند الأطفال. ممكن يكون عند الأطفال في تشوهات بأعضاء النطق، هي بيكون هون عنا اضطراب النطق. إذا كان في عندهم مشكلة يمكن عقلية بالدماغ تمام. شو هي الأمراض يلي ممكن تعمل اضطراب؟ حبلش بالنطق. أنا بالنطق. اضطرابات النطق برجع بقولك تشوهات الأسنان. نحن مثلا إذا عندنا أسنان خطأ، صوت مثلا السين ما حيطلع. في أصوات شفوية وأصوات سنية، يعني أصوات. فنحن إذا بيكون عندنا مثلا قبة حنك أو شفة أرنب، هي كلها بتعمل اضطرابات نطق مو اضطرابات لغة. اضطرابات اللغة اللي هي مثلا بعد الإصابات الدماغية وما ضروري عند الأطفال، ممكن على كبار الإنسان اللي بيصيبه جلطة. لما اللي بينجلط بتلاقي إنه فلان فلج بطل يحكي، فهذا دليل إنه هو تأذت مراكز النطق بالدماغ فهو ما عاد قادر على الإنتاج. بتصير على صغار؟ بتصير على صغار. عندك متلازمة أطفال داون. أطفال داون أطفال داون عندهم مشكلة عقلية بتعمل مشاكل لغة، وعندهم مشكلة بالأسنان وبالأسنان وباللسان وبسقف الحلق، فهني عندهم مشاكل نطق ولغة. وأيضا كان كتير من الأطفال اللي عندهم مشاكل بالسمع. تمام جاي. مشاكل السمع هي مشاكل بيكون الأطفال إنه هذا مشكلة السمع هي جانب كتير مهم باختصاص النطق، اللي هو لأنه هو ما سمعك لحتى ينتج الكلام. أوكي. فهو هذا اضطراب كلام، إنه هو ما ممكن ما يكون عنده مشكلة عقلية بس هو ما صار عنده وعي فونولوجي للأصوات لحتى قدر هو ينتج هذا الكلام. فكتير بنلاقي إنه الطفل بعد زراعة الحلزون ببلش بيتأهل كأنه عمره سن يوم. ببلش الأخصائي معه بصوت السين الباء كل الأصوات، أول شيء بيعلمه وبيعلمه إنه يسمع صح. إنه س با م م هدول الأصوات لحتى هو الطفل بيصير عنده
وعي فيها ليقدر ينتجها، مع انه بيكون ما عنده مشكله لا عقليه ولا نطقيه، بس هو ما عنده وعي فنولوجي فيها. يمكن كثير من الاهالي بيكون عمر طفلهم صغير ببدايه النطق عنده، بدايه الكلام، يمكن اول شيء بيصير في تاخر بالكلام، هذا الشيء بيعتبره الاهل انه طبيعي، بعدين بصير بيحكي بشكل ما انه كثير مفهوم، كمان في بعض اللغط عند الاهل انه بفكروها حاله طبيعيه، امتى هون بيقدروا يميزوا انه طفلهم عم بيعاني من مشكله لهيك هو ما عم يقدر يلفظ منيح؟ تمام، هي اسمها عدم المفهومية بالكلام. عدم المفهومية لازم أول شيء ما بتنقص من الأهل، الأهل لازم يعرفوا إنه لما العالم ما بتفهم على ابنك معناته في مشكلة، ما الفكرة فيك أنت فهمت على ابنك. 70% إذا بيكون من الأطفال إنه أو 50% ما عم يفهموا العالم الثاني، يعني أنا مثلا بعرف طفل بيكون ابني أو ابن أخي هو عنده مشكلة بالكلام، بس أنا بفهم عليه، أنا لا ما بتنقص الدرجة تبعي، بدك الناس اللي برا بيقولوا له إنه ابنك ما عم يفهم. هلا انت عندك مراحل تطور لغه ونطق، مثلا انه بالست شهور في مناغه، بالعشر شهور في رطن، بالسنه وشهرين ولازم يعطيكي كلام قصدي، بعد فتره ممكن لازم يعطي الكلمه الجمله، يعني مثلا اكل، انا بدي اكل، هي اكل جمله، هي اسمها الكلمه الجمله. بعمر السنتين لازم اكون اعطيكي جمله من كلمتين او اكثر، وفي اطفال بيحكوا، كان تطور طبيعي. هذا التطور الطبيعي، ونحن دائما بالفيسبوك دائما بننشر نحن اخصائيين النطق انه هيك التطور، هيك التطور، هيك التطور، يعني عم نحاول نوعي خارج عن هالمراحل يكون في تمام، يعني مثلا بس الاهل هن ما كثير متقبلين لفكره ابنه ما بيحكي، خاصه انه هلا اللي مرض العصر هو مرض اضطراب التوحد، فهي بس ما حكى بتفكروا توحد، لا ما كل شيء توحد، خديه على اخصائي، لما انت شفتي انه هو مراحل تطور اللغه ما صح عنده عرضيه على اخصائي. واول شيء انا بطلبه دائما بعيادتي بالمراكز اللي بنشتغل فيها والمشافي اللي بنزورها، دائما اول اجراء قبل ما تروحي تاكدي من سلامه السمع. السمع هو العامل الاقوى ممكن انه يخلي الطفل يتاخر. من اي عمر الواحد بيقدر يتاكد من سلامه السمع؟ سلامة السمع بتبين حتى بشغلات بدائية، الطفل مثلا ما بيستجيب للأصوات. هلا انتبهي انت بعمر الخمس شهور او ست شهور اذا فاتت امه ودقت رجليها بالقلب يعمل لك هيك، تحرك عينه صح، ما هو عم يتبع الصوت. تمام، يعني لما نحن بنكاغي وبنناغي نحن وبنعمل بيبي توك مع الاطفال، الطفل بيطلع عم يسمع، بيلفت نظره الاصوات، خاصه لما بتحطوا اشياء ومكعبات وقصص، فاصواتها كلها بتخلي الطفل يستجيب. هلا في عالم عم تقفر ابنها ما بيسمع من عمر الخمس شهور، في عالم سنتين، طبعا كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان استعداديه كلامه اكثر، بس في عالم سنتين وثلاثه وما نو منتبهين. انا بيجيني حالات وحياه الله ست سنين وثمان سنين بيكون عنده اضطراب خفيف للسمع، نقص سمع، وفي عالم ثلاث سنين وابنه صم بك، صم يعني ابدا، يعني هوبلس، ما في امل انه يسمع شيء، يعني على الحلزون لازم يروح. بتلاقي الاهل مطنشين هذا الشيء تحت رايه انه بلكي ما في شيء، بيحكي ابن عمه حكى بعد اربع سنين، فعرفتي، فانه عندنا مصطلحات شعبيه للاسف مؤذيه. يعني هي يمكن هي زياره الطبيب ما بتكلف اريج خمس دقائق لحتى الواحد يتاكد، حتى من عمر صغير للطفل، حتى لو كان عنده تاخر كمان بسيط. يعني كمان في كثير جمعيات عندنا عم تسعى دائما لتعمل مسح سمعي. تمام، منظمه امال. تماما، منظمه امال هي دائما بتسعى لتعمل مسح سمعي بجميع منظمات المدارس الكذا، بس يعني عم نحاول قد ما فينا. مثلا التعاون، هلا بلش التعاون بينه وبين اطباء الاطفال، بلش التعاون بينه وبين اطباء العصبيه، فنحن عم نحاول قد ما فينا انه يكبر الاسم ويصير في وعي. لكن لينا، امتى لازم يتدخل اخصائي النطق بالحاله؟ هلا انا رح اقول لكم شو يعني اخصائي نطق. اللي بيسمع نحن اخصائي نطق انه اخصائي نطق، يعني هلا اول شيء انت عند مثلا نحن عم بنقول له لو بدنا نعرف عندك مشاكل بالنطق، عندك مشاكل بالكلام اللي تأتأة، انت بالتأتأة، انت عندك مشاكل تلعثم، انت عندك مشاكل بالتواصل والمفهومية مع الآخرين، عندك مشاكل عسرة بلع اللي حكينا فيها مرة، عندك مشاكل بالصوت، انت صوتك ما عم يحبه العالم، هي كلها بدك تلجأ فيها لأخصائي النطق. هي كأشياء بديهية بتعرف عن أخصائي النطق. الأهل لما بيحسوا إنه الطفل
ما مشى بالتطور الروحي الحركي الصحيح وترافق معه تأخر بالنطق لازم يزوروا أخصائي النطق بعد ما يكونوا زائرين طبيب أطفال أو طبيب نفسي. طبعاً الطبيب النفسي هو من أهم العاملين مع أخصائي النطق، لأنه نحن ما فينا نشخص بعدم وجود طبيب نفسي. لازم الطبيب النفسي هو اللي بيشخص حالات كثيرة عنا، فنحن دائما بنحاول نكون تحت شعار الطب يعني النفسي. ممكن يكون في حالات نفسية بعيدة عن مشاكل النطق اللي لها علاقة بأعضاء النطق أو بعيدة عن المشاكل اللي موجودة بالعقلية. تمام حبيبي، مشاكل النطق، مشاكل اللغة، في مشاكل الكلام والطلاقة اللي هي التأتأة والتلعثم، والتأتأة والتلعثم إلى أنواع وأنماط خوف. هلأ هي ستترينج أو ستمرينج مشان هو طبعا نفس المصطلح بس كل حدا بينطقه بشيء. التأتأة ممكن تكون تطورية ديفلوبمنتال، ممكن تكون سايكولوجيكال نفسية، وممكن تكون عضوية سبب خلل بالدماغ. طبعا التأتأة ممكن تكون نفسية، لهيك بتلاقي احيانا ناس عندهم تأتأة عم ياخذوا هن بيكونوا عم يزوروا طبيب نفسي وبياخذوا مضادات اكتئاب او مضادات قلق، فبتترافق الأدوية مع جلسات للتأتأة. لينا خلينا نحكي شوي لمحة عن الطرق العلاجية لعدة حالات ذكرتيها. رح أقول لك مقتطفات. أول شيء النطق. إذا كان عندنا شق سقف الحلق فهو إجراء جراحي للأسف ما فينا نعمل شيء لحتى تتسكر الفتحة الأنفية البلعومية. لأنه هو مفتوح وحتى شراع الحنك بيكون، فلحتى يخلص طبيب الفكية شغله ويسكر هي نحن بنجي بنعمل له ريستارت نطق. إعادة تأهيل تقريبا للنطق من البداية وأقلع. للأسف اللي بيكون عنده خنب هو نحن حكينا عن هذا الموضوع قبل. اضطرابات الصوت والرنين اللي مثلا بيكون عنده خزع رغامة أو بيكون مستأصلي له غدة وضاربين الحبل الصوتي، نحن بنحسن له صوته عن طريق التنفس الطبيعي وعن طريق جهاز النغمات. هذا الجهاز النغمات بيكون أخصائي النطق متدرب على النغمات الموسيقية، لازم المريض طبعا هي شيء حلو وبيفيد حتى مجال الغناء الإذاعة يعني، فبندرب صوت المذيعة أو المغني أو اللي عنده مشكلة على هذا الجهاز، فهذا الجهاز بنعم له صوتها بيخليها تمشي على طبقة صحيحة. اللغة اللي هي الجلطة الحبسة، فبتعمل حبسة كلامية. هلأ إذا كان في هالأدوية ما لا ترمم لأنه هي خلايا نبيلة بالدماغ، إذا صار فيها عطل لا ترمم، بس نحن بنحاول نستفيد، وهي كمان عن طريق الاي ام تي، طريق التنغيم، عن طريق التنغيم بنساعده يرجع يحكي، بنحفز خلايا تشتغل بطريقة التنغيم. والتأتأة والتلعثم إلى كل حدا، هل هي تطورية والنفسية والعضوية، كل حدا له برنامج خاص. التوحد بقى إذا بدنا نعالج على التوحد ضمن اضطرابات اللغة لأنه ما عنده إدراك للغة، أعضاء النطق سليمة ما فيها شيء بس عنده مشكلة لغة. هون فرق بقى بين اضطراب النطق واضطراب اللغة. تمام، مثلا التوحد عنده أعضاء سليمة بس هو ما عنده استيعاب للغة، لغته الاستيعابية قليلة أو محدودة جدا، فنحن بهي الطريقة طبعا التوحد يعني توحد عالم تاني. التوحد بدك أول شيء تعمله تأهيل ذهني، بعدين بتعملي له نطق لغة والنطق يعني، مشان هلا مصطلح إني أقول إنه مثلا بده تقييم لغة أو تأهيل لغة، فالعالم فكره تأهيل نطق. لا، بس في فرق كتير كبير. النطق يمكن هي الأحرف، مجرد أنكم أنتم تسمعوا الرنات اللي بيرتن بنسموه، نحن بنسميه بيقول الرايا أو كذا. اللي ما بيقدر يطالع صوت الجيم بيقوله الزا، زمل. فكثير عالم السين الشين الزا الصا، هي أحرف أكثر شيء. مثلا الكاف بيقولها التا، ما بيقول كاف. لأي حد يعني ممكن أنه يستفيد إذا نطق؟ النطق إذا نطق أنا الحمد لله لهلأ ما يعني ما في زارني حدا بعياتي أنه ما بشكل عام يعني بالنطق. الاستفادة النطق عن اللغة بتختلف. تمام أكيد إذا نطق يعني مجرد بس تصحيح مخارج حروف، أكيد حبي يعني هو أنت عم تصححي مخارج حروف، بس إذا لغة يعني حدا مجلوط عنده جلطة عنده فالج
ما هو حسب شدة الوضع. هو نسي اللغة نسي، أو كمان تختلف بين فيرنيكا وبروكا. فيرنيكا ما بيستوعب عليكي، بروكا بيستوعب عليكي وما بينطق، بيفوت بمشاكل نفسية أكثر. بده أخصائي النطق يكون كتير عنده قدرة على الصبر، لأنه ممكن لست شهور لتطلع عندك نتائج بسيطة، وممكن ست شهور بتكوني مخليته عم يرجع يحكي. طبعا بمراحل اللغة دائما أنا بنصح يتداخل العلاج الفيزيائي. هلأ عنا بالبلد وشي كتير حلو إنه عم يتفتح مراكز علاج فيزيائي، عم يكون مع أخصائي النطق مشان يتداخل التيم مع بعضه. من يعني علاج قلتي النفسي والفيزيائي وأخصائي النطق تكامل تقريبا. تمام، يعني هلأ إن شاء الله يعني بعد فترة منظمة آمال مغطي هذا الشيء، بس بالمراكز الطبيعية مثلا نحن عندنا بمركزنا في علاج فيزيائي وفي نطق وفي أطفال، عم نحاول قد ما فينا يكون في تكامل العمل متكامل. والمنظمات كمان عم ترعى هذا الشيء وعم تتعامل معنا، المنظمات عم تتعامل وعم هي يعني هي عم تدور علينا انه مشان نقدر نحن نساوي شيء منيح. لينا ذكرتي قبل شوي انه في كثير من الاطفال بيقولوا احرف بدل احرف، هلا هذا الموضوع كمان كثير الاهل بيتغاضوا عنه. يعني مثلا انه بيسمع جمله من اي طفل بتجي الام بتصلح له، يعني بتصلح لك لانه انت كيف بتقدري تفهمي، يعني لا بتقول لك انه الولد قصده هيك بس هو بيقول هذا الحرف. هذا قديش كمان الاهل لازم يصلحوا لاولادهم انه هن ما يدرجوا عندهم انه هذا الحرف دائما ينقال. هلا ليكي هذا كل حرف اسمه صوت، نحن بنسميه محرف. كل صوت له مرحله اكتساب. يعني مثلا انت عندك بالسنتين في حرف، في حروف تكتسب في الاربع سنين، خمس سنين، ست سنين ممكن ماكسيموم، بس انت خمس سنين مرحله اكتساب اللغه. انه خلص بعد هالخمس سنين الطفل لازم هو قادر، بس بعدها لا لازم تزوري اخصائي نطق. لا مو بس، يمكن هي أريج حكت معلومة إنه هن بينبسطوا أحياناً الأهل البيبي توك لأولادهم الصغار، هو لا إذا صلحوا لهم يعني هذا الشيء ما عم بيكونوا عم بيعنفون، بس هو هذا الشيء أساسي. هي اسمها البيبي توك، الحكي بطريقة الأطفال. هذا بيأخر اللغة عند الأطفال وبيأخر النطق السليم. التلفزيون أنا أكثر سؤال بيجيني على الفيسبوك إنه لينا التلفزيون صحيح بيعمل توحد؟ لا، لكن أنا رح أقول جملة هي أهم جملة أنا بعتبرها بهذا اللقاء. اللغة هي شيء تشاركي. لما بتحط الطفل على التلفزيون هذا لا يعني عمل توحد، لكن هو شو عمل؟ لغة تشاركية، هو بس استقبل ما أعطى. لهيك بيصير عنا اللي بيقعد على التلفزيون كتير أحياناً بيصادفوا مشاكل بتأخر اللغة. أكيد هذا الموضوع كتير مهم لينا سلطة الضوء عليه. شكراً كتير لوجودك معنا ضمن صباحنا غير، أخصائية بالتربية الخاصة لينا صباح. شكراً لك. شكراً كتير لك لينا، ونتمنى دائماً الشفاء لكل المرضى.